متوشحا الراية الفلسطينية، يصدح البرلمان الجزائري بصوت رجل واحد نصرة لغزة وللمقاومة ولفلسطين. وقفة جددت فيها الجزائر موقفها الثابت دوما من القضية الفلسطينية في ظرف يشهد فيه قطاع غزة حرب إبادة صهيونية شاملة. أشقاؤنا وأهلنا الفلسطينيون. دعم جزائري جسدته خطوات دبلوماسية وإنسانية لإغاثة الفلسطينيين وتمكينهم من استرداد حقهم المسلوب. على المستوى الإنساني ساهمت الجزائر في إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر مساعدات هامة واستعجالية تم نقلها إلى مطار العريش في مصر. تواصل الجزائر مساعيها الحثيثة إقليميا ودوليا لدعم المطالب المستعجلة التي يفرضها الوضع الراهن. وزير الخارجية أحمد عطاف ذكر بمحددات موقف الجزائر بشأن إيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، انطلاقا من مقاربة تستند على 6 روافد تبدأ بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه. إن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد حدد وشخص بدقة وصرامة روافد موقف بلادنا من الحل العادل والشامل والدائم للصراع العربي الإسرائيلي، يتمثل في الاستجابة الفعلية والجادة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، في توحيد الصف الفلسطيني، في ضمان حماية دولية مستعجلة للشعب الفلسطيني، في إقدام الجمعية العامة على منح عضوية كاملة لدولة فلسطين. ويتمثل الرافد الخامس في إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط على أساس المبادرة العربية المتبنات في قمة بيروت سنة 2002. ويتمثل الرافد السادس في تتويج أي عملية سلام بإقامة دولة فلسطينية على حدود جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف، إلى إدانة العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني. موقف دقيق وصارم يكرس لقناعة راسخة بأن السلام الدائم والمستدام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق طالما استمر المجتمع الدولي في تجاهل تطلعات الفلسطينيين الشرعية والمشروعة لتحرير أراضيهم المحتلة وإقامة دولتهم المستقلة.